قامت الإدارة العامة للمرور بوضع اشتراطات خاصة لقياس مستوى حاجب الرؤية المستخدم في السيارات، بحيث لا تزيد النسبة المسموح بها عن 30%، وذلك حرصا من الإدارة على ضمان سلامة سائقي ومرتدي الطريق العام في مختلف أنحاء المملكة. في خطوة تعكس الحرص المتزايد على تحقيق السلامة المرورية بمعناها الشامل، تولي الإدارة العامة للمرور أهمية كبرى للفحص الفني وأهمية توافر كافة الاشتراطات في السيارة من أجل سلامة سائقها وكذلك مرتدي الطريق. بدنا نتكلم عن الموضوع الرايبون والنسب المسموح فيها على السيارات وفي المواقع اللي مسموح فيها على السيارة. طبعا النسبة المسموح فيها على السيارة طبعا الجوانب والمؤخرة اللي هو الجانبين اليمين واليسار والحاجز الزجاجي الخلفي اللي هو خلف السائق اللي هو نسبة اللي هو 0.1. بالنسبة حق الحاجز الزجاجي الأمامي اللي هو قدام السائق المرآة الأمامية طبعا مسموح طبعا اللي هو الشفاف سواء كان عازل حراري أو سواء كان رايبون. وبعد في نفس الوقت بغيت أذكر أن الرايبون أو العازل الحراري لازم يكون المسموح فيه مو بالنوع العاكس اللي مثل اللي يصير مثل المرآة، هذه طبعا غير مصرح فيه. ومن بين اشتراطات السلامة تلك الالتزام بالمقياس المحدد لحاجب الرؤية، والذي يجب أن يكون شفافا ولا تتجاوز النسبة المسموح بها من أجل الحماية من الحرارة 30%، حيث تستعين شعبة الفحص الفني بمعدات معينة لقياس نسب حاجب الرؤية والعازل الحراري. طبعا في وايد الحين يسوون له عازل حراري شفاف بس ما يدخل حرارة، أفضل لك من الرايبون. الرايبون في النهار أوكي ممتاز ما يك شمس، بس في الليل ما تشوف يعني سيارات على صوبك شيء منظرة لا سمح الله ياهل وراك سيارة يصير حوادث. هاي ان وضع الرايبون 0.1 هو الافضل لسلامة السائق وسلامة الماشي عن الحوادث، يعني اذا حط اغمج من هاللون بسبب حوادث خاصة في الليل. الرؤية يعني اذا حط رايبون اغمج يعني اكثر من 0.1 بيكون يعني يسبب الحوادث وخطر على السائق وعلى الماشي. السلامة المرورية محورها تعاون كافة مستخدمي الطريق واتباع الإرشادات المرورية، وهي هدف أسمى تعمل على تحقيقه الإدارة العامة للمرور على مدار الساعة.